في حدا بابا ميت، مين بابا ميت يرفع ايده. تعي نعمل إحساسا بالمسؤولية الكبيرة تجاه الطلاب في المدارس بسبب الضغوط النفسية الهائلة التي يتعرضون لها في ظل واقع الحرب التي تخيم على مدينة حلب، يقوم مركز بسمة بتقديم العناية الطبية بشقيها الجسدي والنفسي للطلاب في كافة مدارس حلب، وذلك لإعادة رسم البسمة على وجوه الأطفال الذين عانوا أشد المعاناة الجسدية والنفسية. مشروع بسمة هو المشروع الآن في مدينة حلب الوحيد الذي يعتني بالأطفال من الناحية الطبية والناحية النفسية. في مشروع بسمة يوجد مرشد نفسي يختص بأمور الإرشادات النفسية ويعطي بعض التوجيهات للمدرسين في المدارس، وأيضا يتعامل مع الأهل من أجل علاج الحالات النفسية التي توجد في المدارس. ومن مظاهر المعاناة النفسية عند الأطفال وجود حالات من التوحد والشرود والإنعزالية، فيحاول فريق بسمة من خلال زياراته اليومية للمدارس أن يوجد أجواء إيجابية مليئة بالمرح بين الأطفال في صفوفهم الدراسية، فيقدم لهم الهدايا التي تعيد لقلوبهم الفرحة والسعادة، وفي بعض الحالات يتم تقديم العلاج من خلال التواصل الفردي مع الطفل في بيته، كما هو الحال مع الطفلة نعيمة التي أصيبت إصابة بالغة أثرت على نفسيتها، وتمكن فريق بسمة من أن يقدم لها الدعم النفسي اللازم كي تتجاوز المحنة التي ألمت بها. من خلال زيارتنا لأحد المدارس في حلب صراحة صادفتنا حالة مرضية وهي الطفلة نعيمة. هذه الطفلة التي التمست منها حالة طبية تحتاج لمعالجة وتحتاج لمساعدة، فتم الحمد لله ولله الفضل والمنة أخذها إلى مشفى عمر بن عبد العزيز وإجراء التحاليل اللازمة لها ومساعدتها قدر المستطاع وضمن المعطيات الموجودة عندنا. شمل مشروع بسمة حتى الآن أكثر من 100 مدرسة في حلب، وما زال العمل مستمرا لتقديم العناية النفسية لكافة مدارس حلب ضمن خطة هيئة الإغاثة السورية المشرفة على المشروع، والتي تبذل الجهد الكبير للعناية بجيل سوريا المستقبل. لأورينت نيوز، أحمد الصوراني من مدينة حلب.